السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة طالبات كلية زراعة جامعة الإسكندرية، أهلا بكم وحلقة جديدة من بودكاست اختر قسمك الموسم الرابع. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن قسم زهور وزينة، قسم بيقوم بدور فعال في تجهيز الطالب ليكون قادر على إنتاج الأنواع المختلفة من نباتات الزينة والنباتات العطرية والطبية والتخصص في تصميم الحدائق. خلونا نرحب بالأستاذ الدكتور محمد جمال التركي، أستاذ متفرغ بقسم الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق كلية زراعة جامعة الإسكندرية. عمل كرئيس قسم الزهور وزينة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم وكيل الكلية للدراسات العليا، وأخيرا شغل منصب عميد الكلية عام 2011. له العديد من الأبحاث والمؤلفات والمراجع في مجال الزهور والزينة، متخصص في تصميم الحدائق والإنتاج التجاري لنباتات الوقود الحيوي، وعمل كاستشاري العديد من شركات متخصصة في مجال إنتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا بيك يا بي. أهلا بيك. هنبدأ مع حضرتك بسؤال مهم جدا بالنسبة للطلبة، هو قسم زهور وزينة عبارة عن إيه؟ إيه تعريفه؟ مجاله؟ قسم قديم من أقسام الكلية، ويعتبر كان القسم الأوحد على مستوى مصر لحد أواخر السبعينات، ما كانش في غيرنا شغالين في هذا المجال. هو قسم قديم بيهتم بنوعية خاصة من الخريجين، اللي هو الخريج اللي هيشتغل في إنتاج نباتات الزينة في اللاندسكيب، اللي هو في تنسيق الحدائق. ده كان الأهمية بتاعته في الفترات الأولى، يعني التخصص ده كان نادر في مصر وكان قليل، فعشان كده كان دايما بيبقى له أهمية في الفترة الأولى. طب بالنسبة لمجالات الدراسة جوه القسم، المواد اللي الطالب بيدرسها تبقى عبارة عن إيه؟ الطالب عندنا بيدرس مواد كتير زي بقية الأقسام الكلية كلها، كل أقسام الكلية تقريبا بتتساوى في عدد الساعات المعتمدة اللي بتدرسها، لكن الميزة فيها إيه؟ إن في عدد من الساعات خارج القسم وعدد من الساعات داخل القسم. في القسم أنت بتدرس البيزكس، المواد الأساسية كلها اللي بتؤهلك للعمل في سوق العمل بعد كده، يعني الإنتاج وإزاي بيتم، المشاتل والصوب والتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، زراعة الأنسجة كموضة جديدة وكشغل حلو قوي في البيزنس بتاع إنتاج النباتات الزينة، اللاندسكيب، تخطيط المدن والقرى. لا يعني القسم له باع طويل في القصة دي. وهل مواد القسم دي بتتشابه شويه مع مواد مجال انتاج نباتي كفاكهه وخضر وكده، ولا ما بيبقاش فيه تشابه؟ في تشابك، مش تشابه، في تشابك، اللي هو ايه؟ اللي هو مقررات كلنا بندرسها زي بعض. مثلا في الفاكهه والخضار والزينه احنا كلنا اسمنا بساتين، فبندرس اساسيات بساتين، بندرس اساسيات النبات كلنا زي بعض، الكيمياء عشان بعد كده هنشتغل في المبيدات كلنا، المبيدات عشان كلنا هنشتغل في المزارع بعد كده، وهكذا. فدي بنسميها حاجات مشتركه ما بيننا وبين بعض، لكن كل قسم له مميزاته. بقى في الخضر هيدرس كورسات اكتر في الخضر، في الزينه هيدرس كورسات اكتر في الزينه، وهكذا. اللي هو عدد الساعات الرئيسي لتمسيه، عدد الساعات الرئيسي هيبان في التخصص. واغلب المواد دي حضرتك بتاهل الطالب فعلا لسوق العمل، ولا بيبقى محتاج حاجات تانية جنبها؟ الحقيقه ده سؤال مش هقوله صعب وسهل وكده، لا، هقول ان هو سؤال بيمس عصب سوق العمل الحقيقه، لانه في معظم الاحيان الدراسه اللي احنا بندرسها هنا مرتبطه بعدد ساعات محددها المجلس الاعلى للجامعات. عشان يتخرج طالب الزينه لازم يكون درس قد كده. طب انا نفسي اديله اكتر من كده بكتير عشان يبقى مؤهل لسوق العمل اكتر، ما بتقدرش. فبالتالي هو طالب ما بيطلعش مكتمل المعلومه، خلينا اقول هلا كده، لكن يستطيع ان يسقي معلومته بعد كده في الدراسات العليا او الدورات التدريبيه اللي هياخدها، يقدر يخش في حاجات كتير. لكن البيزكس او الحصه اللي بياخدها من المقررات الدراسيه تكفيه ان يحط رجله، لكن وقت المنافسه لن يستطيع ان ينافس الا اذا كان قد حصل على دورات تدريبيه في الحته اللي هينافس فيها، لان الشهاده لوحدها ما تكفيش، مش عندنا احنا بس، في الهندسه وفي الحقوق وفي كل حاجه. طب بالنسبه لحضرتك للتدريب الميداني والزيارات الميدانيه، التدريب الصيفي ده برضه متاح في القسم؟ متاح في القسم، احنا بنعمله طول عمرنا يعني تقريبا، وزادت دلوقتي قوي. احنا بنزور القرى السياحيه، بنزور المشاتل الكبرى اللي بتنتج زهور نباتات الزينه، موجوده في القاهره معظمها، وهكذا. فالاماكن ذات الاهميه ايوه فيها زيارات، اتوبيسات بتطلع من الكليه وبها طلبه ومعها مشرف تاز من الاساتذه المتخصصين في هذا المجال، بيطلعوا يشوفوا الدنيا فيها ايه. واحيانا بنشغلهم جوه الكليه في مشاتل القسم، ممكن يشتغلوا جوه الكليه بحيث ان هم اثناء فتره التدريب الصيفي يحصلوا على قدر اعلى من المعلومه العمليه، لان المعلومه العمليه من المقررات الدراسيه ليست كافيه، وبقولها من دلوقتي لاي طالب، كل الطلبه كده، حتى الطب تلاقي المعلومه التطبيقيه قليله، لازم يمارس العمل بعد كده تحت ايدين حد وبعد كده يستمر في عمله. طب بالنسبه لحضرتك للدورات اللي حضرتك اتكلمت عنها، هل دي تبقى متاحه في القسم او في مركز تابع للجامعه، ولا بيتوجه ازاي؟ الحاجتين موجودين، احنا عندنا جوه القسم كل الدورات كله، يعني دورات لاندسكيب، ايوه في دورات لاندسكيب في القسم، بركز على اللاندسكيب لان هنعرف انه حاجه من الحاجات المهمه قوي في التخصصات الحديثه. دورات المشاتل، في دورات مشاتل، دورات تيشو كلتشر مش موجوده حاليا، لكن ابون ريكويست لو حد عايز، يعني لو 5 6 عايزين بنعمل لهم دوره على طول، ليه؟ لان المعمل موجود والاساتذه المشتركين في هذا موجودين. في دورات ثانيه
وبرضه دوره الفلاور ارينجمنت موجوده، وفي دورات لتنميه التالنت، تنميه السكيل، تنميه المهارات بتاعت الطالب، دورات في اللاندسكيب عشان اللاندسكيب عايز فن شويه، عايز موهبه، فالموهبه قد تولد وقد لا تولد مع الفرد، ففي ناس بتتولد معها الموهبه لكن ما يعرفوش يستخدموها، ففي دورات كويسه تسمح بانها تطلع اللي جواك وتقدر تكمل في الكارير بتاعك ده، او تقول لك لا انت ما تنفعش حسب قدراتك. في الجامعه برضه في مركز، احد مراكز الجامعه بيوفر مثل هذه الدورات الى حد ما، لكن عاده اللي بيقوم بيها اساتذتنا برضه لان ما عندكش حد غيرهم. في الجامعه لما بتعمل دوره من دول، لان الجامعه ليها بريق خاص ان الشهاده بتطلع دايركت من الجامعه، شهاده الدوره بتطلع من الجامعه، شهادتنا بتطلع من الكليه، ان بديك الشهاده بعد ما بتخلص دوره كذا، بقول لك فلان الفلاني حصل على دوره كذا 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 واجتازها بنجاح، فوق مكتوب جامعه الاسكندريه كليه الزراعه، دوره الجامعه بتبقى جامعه الاسكندريه مركز خدمه المجتمع. فبالتالي هم عندهم دورات واحنا عندنا دورات، تقريبا الدورات هي تقريبا، لان اللي بيدرس هنا هو اللي بيدرس هنا، لكن هنا في الكليه بيبقى الفرصه احسن في البراكتيكال بارت، الجزء العملي، لان في الجامعه مش عارفوا يعملوها، الجامعه بيعملوها في القاعات، لكن احنا بنعملها في القاعات، وقد ننتقل الى اي مكان من اللي بنمارس فيه براكتيكال ابروتش. يعني معنى كده حضرتك ان لو طالب مش خريج زهور وزينه اخذ الدورات دي مش هيتساوى مع طالب زهور وزينه واخذ نفس الدورات؟ هتستغرب لما اقول لك قد يكون له ويت للتنافس، اللي هي ايه؟ يعني طالب مثلا فاكهه، ما هو دارس 60% فاكهه و40% زيه في الزينه، فقد نتساوى. الفرق الوحيد انه ما درسش زينه، لا هو درس في سنه تانية زينه، خلي بالك، اللي هو الكورس الاساسي اللي كل الكليه بتدرسه. فبالتالي لو خد دورتين ولا بتاع في اللاندسكيب اصبح معادل. طب لو عملناها في سوق العمل وبالعقل فكرنا فيها، طالب فاكهه طلع، انا قلت فاكهه ليه؟ لان الفاكهه اقرب للعبه اللي انا بتكلم فيها، او غابات. لو طالب غابات وفاكهه كمل بدورتين، طالب الزينه طلع من غير دورات خالص، انا بقول لك من دلوقتي سوف يقبل طالب الفاكهه او طالب الغابات عن طالب الزينه في مشروع زينه. ليه؟ لان الدورات هنا ليها وزن. الدورات بالنسبه لصاحب العمل اللي هو اللي هيشغلك بعد كده او اللي هيديني فرصه العمل، الدورات هي الفيصل الحقيقي للممارسه الفعليه، صوابعك اشتغلت، يا رسمت يا فكرت يا الفت يا اشتغلت، مش درست. هم عارفين ان الدراسه عندنا محدوده الساعات زي ما قلت في الاول، فالفرصه قد تكون اعلى للطالب الثاني، لكن مش عايزين نكسر مقادفنا ونقول كده. لكن هقول لو طالب الزينه هاوي وعايز يكمل في قصه البيزنس اللي هو الانتاج التجاري بقى والشغل الحلو في الشركات، يقدر ان هو ما بين ثالثه ورابعه ياخد دورات، ما بين ثانيه وثالثه ياخد دورات، مش عايزين نضيع وقتنا، لان احنا هنحتاج دورات كتيره، اوتوكاد ولوميون ومش عارف ايه، دورات كتيره هيدرسها الطالب، عايز جهد. طالما عايز جهد يبقى عايز حاجه من جواك تقول انا هشتغل الشغلانه دي. اللي بيها تتخرج في بكالوريوس، لو اتخرجت في دور يونيو بقيت يوليو في الشارع، قدمت في اغسطس هتتقبل رغم ان انت حديث التخرج لانك معاك دورات. اللي ما معهوش دورات صعب جدا جدا انه يشتغل. بنقول له 3 سنين خبره، 3 سنين خبره هيجيبهم منين؟ إيه؟ هيقعد يستنى لحد ما يتخرج في سنه 2024، وفي الحاله دي قد تضيع عليه فرص عديده من اللي هتحصل في مصر. الشاطر هو اللي يلعب اللعبه دي. الدورات لابد دورات بشهادات، سواء في الكمبيوتر سكيلز، سواء في الشغل بتاعنا اللي هو لاندسكيب، مشاتل، زي ما انت عايز بقى، عندنا دورات في كل حاجه زي ما قلت لحضرتك. طب بالنسبه لحضرتك لبرامج اللغات في قسم زهور وزينه، هل بتتميز عن برنامج الشعب العربي؟ بلاش كلمة نتميز عشان ما بقاش عنصري، لأن هي المقررات هي، بس هنا الطالب بيدرسها باللغة العربية، هنا الطالب بيدرسها باللغة الإنجليزية، هنا هيجي له امتحان 3 أسئلة هم نفس الثلاث أسئلة موجودين هناك، يعني قصدي مش هتلاقي فرق. أنا كنت بدرس مادتين عربي وإنجليزي السنة دي، بنعمل الامتحان باللغة الإنجليزية وأقوم مترجمه باللغة العربية، خلصت. ما هي الامتحان هو بالملي، مفيش اختلاف، نفس المادة العلمية ونفس كل حاجة. لكن التعلم من خلال وحدة التعلم باللغة الإنجليزية عندنا، احنا عندنا طبعا في قسم زينة من زمان شغالين الحكاية دي، وبيجي لنا طلبة كتير وبيتخرج من عندنا كتير بالشهادة انه مكتوب له باللغة الإنجليزية في الشهادة دي، بتعتبر مسوغ للعمل عند بعض الدول العربية والإفريقية. الطالب بتاعي أو الخريج بتاعي لما بيتخرج هيشتغل لوكالي في مصر، يا ربنا يكرمه ويجي له عقد عمل في الإمارات أو السعودية أو الكويت أو ممكن بعض الدول الإفريقية، ولأنها نادرة دلوقتي. لكن الإمارات أكتر دولة بتشد المصريين هناك. الإمارات اللي ماسكها مكاتب أمريكاني، معظم اللي بيشتغل هناك مكاتب أمريكاني أو مكاتب فيها عنصر أجنبي، عشان برضه أبقى أكثر دقة في التوضيح، يعني رأس المال إماراتي لكن مستقدمين ناس زينا بالظبط بس من جنسيات أجنبية، من ضمنهم الأرشيتكتس أو المعماريين الأمريكان أو الإنجليز أو هوفر، زي ما أنا بطلع أشتغل عشان أجيب فلوس، هم برضه الأمريكان بيجوا يشتغلوا عندنا عشان ياخدوا فلوس. ففي الحالة دي بيفضل من يتقن اللغة الإنجليزية، عشان كده هنا يبتدي يدوروا على الحاصل على درجة بكالوريوس باللغة الإنجليزية. فهي حالات قليلة يعني، بس المستقبل هتكتر قوي. انا بشجع جدا دخول القسم باللغه الانجليزيه، لان شهادتك باللغه الانجليزيه تقبل تشتغل بيها بره وجوه، شهادتك باللغه العربيه يوجوالي جوه محلي بس،
عاده محلي. هتقولي ما السعوديه ما بيتكلموا بالعربي، بقول لك ما تنساش، ما انا بقول لك في ناس اجانب شغالين هناك، في ناس خبراء ما بيشتغلوش في السعوديه في المكاتب دي، لكن الورقه كله بيروح لهم هناك عشان يتحكم في مشروع انت هتعمله، زي مثلا مشروع اللي هيعمله الملك سلمان، مشروع مش عارف ايه، حاجه قريه سياحيه في مكان معين، القريه السياحيه دي هتتنسق عندك في مكتبك، هتتوضب، هتترسم، هتتعمل، لكن هيبقى لها ريفري، هيبقى لها محكم عشان يظبط، فهيبعتوها الامريكان. فلازم من الاول يكون في لغه تخطي. فعشان كده انا اشجع جدا تعليم باللغه الانجليزيه، لان ده بيساعد قوي. وخد عندك برضو زياده، الطالب اللي بيتكلم انجليزي حتى لو انجليزي مكسر شويه، لكن بيتكلم انجليزي يعرف يفك الخط، يعني هيسافر بره في اي حته هيسلك، غير اللي ما يعرفش خالص واللي بيقول لك لا يا عم مش ناقص انجليزي ولا ناقص قرف. لا يا عم، لا، اللي يعرف شويه انجليزي حتى لو مكسرين هيعرف يسلك في اي مكان في العالم، هيعرف يعبر عن نفسه، هيعرف يقول حاجه، هيعرف يقول اسم شجره، هيعرف يقول دي بتطول دي بتقصر دي بتعراض دي اي حاجه، بس هيبقى مشارك في الحوار، فده احسن لنا يعني. طب بالنسبه لحضرتك للولاد والبنات، هل فرصهم متساويه في فرص العمل للقسم ده؟ سؤال محرج، محرج للغايه. جندر اللي هو الجنس، انثى او ذكر، بنت او ولد، في الدراسه البنت تنجح اكتر من الولد، ودي احصائياتنا في خلال ال 20 30 سنه اللي فاتت، بدليل معيديننا كلهم بنات، بقى لنا 10 سنين ما بناخدش غير بنات، فبالتالي البنات بتنجح في الدراسه. طب فرص التوظيف في المجال بتاعنا عاده الولاد ليه؟ انا هتكلم عن اسكندريه، لان احنا بنتكلم دلوقتي عشان نشجع الولاد انهم يخشوا في اي قسم من الاقسام بتاعتنا. البنات في مجال الزينه فرصتها في ايه، والولاد فرصتهم ايه؟ احنا يمكن ما جبناش سيره ايه التخصصات اللي عندنا عشان نقول اوظف ده فين اوظف ده فين، ما قلناهاش. عندنا عدد من التخصصات داخل القسم، تخصص اسمه انتاج نباتات الزينه والمشاتل، ينفع للبنات ابصم بالعشره، ينفع للبنات. وايام ما كان في فرص في اسكندريه لاحدى الشركات الكبرى اللي كانت موجوده في اسكندريه من قيمه 7 8 سنين، لكن دلوقتي الشركه قلت وصغرت قوي نتيجه العوامل اللي حصلت بعد الثوره وغيرها. دي كانت معظم اللي بيشتغلوا في الصوب بنات، معظمهم بنات. طب في القاهره بنات، طب في عين شمس بنات، كل ده البنات بتشتغل اكتر بكتير. ليه؟ لانهم مساكنين جنب المزرعه، هي عباره عن ميكروباص هياخدهم يجيبهم لي كلهم، خلصت الحكايه. الساعه 9 الصبح بشتغل ومعايا طقم بنات، والبنات اكثر نجاحا من الولاد في العمل بكتير، مش عشان هم يعرفوا اكتر او يفهموا اكتر، البنت بطبعها حريصه جدا على النجاح، الولد يوجوالي بيشتغل معاك فتره وبيقيسك وبيختبرك، بيختبر صاحب العمل وبيختبر العمل. ليه؟ لعل وعسى يلاقي فرصة أحسن. البنت بتبقى طيبة وهادية، فبتبقى عادة عايزة تشتغل كده فترة انتقالية وبعد كده بتكمل حياتها بسكة تانية، لكن البنات أكثر نجاح. فتنسيق الزهور بنات وانت مغمض، محلات تنسيق الزهور أشهر محل في اسكندرية هنا، اللي بيشتغلوا عنده هناك روح كده قول طبعا اسمه ولا حاجة عشان ما تبقاش علامة تجارية، لكن روح المحل بتاعهم وخش خبط كده جوه المحل ودوس جوه، هتقابلك بنت بتبتسم، وهتقابلك بنت تانية بتبتسم، والتالتة تقول لك أهلا، والرابعة تقول لك مش عارف أنا بعرفها ليه، لأن أنا دكتور محمد درست له كله. فاضت بقى اول خشه تلاقي مليون بنت بتقول لك اهلا يا دكتور، دول ولادنا او بناتنا. فبيشتغلوا في تنسيق الزهور. مشاتل لازم تكون المشتل جنب منك، مفيش مشاتل في اسكندريه تسمح باستيعاب بنات. تنسيق الحدائق التخصص الثالث بتاعنا اللي هو يسمح بالولد والبنت، مفيش فرق ما بينهم هما الاثنين، لكن في فرق كبير. انا بقول لك مفيش فرق في الدراسه، لكن في فرق كبير في التطبيق في العمل، لان انا بقول لك احنا عندنا بكره ان شاء الله شغل في الساحل الشمالي الكيلو 98 وممكن نبيت هناك، ما تنفعش خلاص بالنسبه للعادات والتقاليد المصريه، ما تنفعش. فبالتالي هنا يبقى الولاد هم اللي لهم الفرصه الاعلى. البنت لها فرصه كويسه جدا في المكتب، لكن المكتب اللي بيرسم محتاج فيه انت كم واحد يرسم؟ واحد اثنين خمسة؟ الفيلد محتاج كم مهندس في القريه اللي انا بقولها في كيلو مش عارف كام اللي انا قلتها؟ محتاج 20 30 مهندس كلهم بيبقوا ولاد، لان في النهايه بقول له شنطه هدومك معاك خلي بالك احتمال نبيت فين؟ بقول له ما اعرفش يعني ايه، يعني ممكن جدا نبيت في اي مبنى موجود في القريه، كل حكايه ان احنا هنفرش واحنا خلاص. ليه؟ لان انا عندي شغل الصبح شغل وبعد منها شغل، فعشان كده فرصه الولاد اعلى. في مزارع انتاج الزهور، ده التخصص الرابع، في مزارع انتاج الزهور وخصوصا انتاج الزهور للتصدير، البنت اكثر كفاءه، دقه متناهيه في العمل، لكن فرصتها قليله جدا. ليه؟ لان مفيش مزارع بتنتج زهور في اسكندريه. اسكندريه مش محظوظه، لانها احنا بنعتقد مع بعض كده، انا بقول لك من واقع شغلي لان انا بشتغل في الكلام ده بره، اسكندريه بالنسبه للقاهره قريه، والقاهره ضخمه بدرجه لا يتصورها عقل في البيزنس، رؤوس الاموال القاهره، المكاتب الكبرى في القاهره، فما فيش فرصه حقيقيه في اسكندريه الا اذا فتح بيزنس جديد. لكن معظم المزارع دلوقتي فين؟ بتاعت زهور الاطفال في الطريق الصحراوي بعد الكيلو 80 فما فوق، وفي عمق الطريق الصحراوي، يعني بياد. فهي في فرق، للاسف في فرق. لكن لو وجهت هذا السؤال للدكتور اكس اللي بيشتغل في جامعه القاهره في قسم الزهور والزينه، هيقول لك ما فيش فرق على الاطلاق، الاثنين زي بعض بالظبط. ليه؟ لان كل الانتربرايزز كل الشركات دي هتيجي تحت رجليه حوالين القاهره، فهم محظوظين اكتر، محظوظين اكتر الحقيقه. طب
بالنسبه لحضرتك للمنح والدراسات العليا بالنسبه لطلبه القسم هل متاحه ومتوفره؟ لما نتكلم عن الدراسات العليا حاجه والمنح منح تقصد منح اجنبيه وفي منح مصريه بالمناسبه. الدراسات العليا انا بشتغل في الدراسات العليا من 2006 وما زلت حتى هذه اللحظه. يستطيع الخريج عندك انه يخش فيها وفي عندنا دبلومات في الزهور والزينه ودبلومتين واضحتين، دبلوم زهور وزينه لغير خريج الزهور والزينه اللي انت كنت اتكلمت عليهم في الاول او اللي احنا جبنا سيرتهم اللي هو بتاع الفاكهه مثلا او بتاع الاقتصاد الزراعي بتاع الهندسه الزراعيه، بيجي ياخد عندنا دبلومه زهور وزينه وبعد كده ياخد دبلومه لاندسكيب، اصبح ملم بالهندسه الزراعيه والري واصبح ملم بشغلي، مبروك عليه، ده كسب الجوله كلها، كل كروت الكوتشينه هتبقى في جيبه. لكن بالنسبه لنا احنا القصه بتبقى دراسات العليا دبلومات ماجستيرات مختلفه دكتوراهات مختلفة، واللي يخش يخش زي ما هو عايز. لكن خليك حريص جدا وانت بتناقش الكلام ده مع اي حد، ما الفائدة الحقيقية التي سوف تعود على الطالب؟ انا المفروض ما اقولش كده، خلي بالك، لان انا اساسا وكيل دراسات عليا فترتين وعميد، انا قلت ايامها انا قلت عميد دراسات عليا وما زلت بشتغل في الجامعة للدراسات العليا حتى هذه اللحظة. المفروض ما اقولش كده اللي انا هقوله، لكن هقوله لان انا امين مع نفسي وامين مع اولادي وانا بكلمهم في القصة دي. الدراسات العليا لمن يهوى العلم، اوعى تفتكر انك هتاخد ماجستير في حاجه عشان ترجع تشتغل في شركه، هيكون عمرك راح 6-7 سنين، ماجستير 6-7 سنين، دكتوراه 6-7 سنين، دبلوم سنتين، يبقى دبلوم ممكن، عشان كده بنقول الدبلوم يؤهل لسوق العمل. يبقى اللي لقى نفسه ما عرفش يجيب فرصه عمل بعد ما ياخد البكالوريوس، دورات تدريبيه عنده ودبلومه عنده، عندنا دبلومتين يخش فيهم اللي احنا دلوقتي هنسميها بعد كده الماجستير مهني، يعني عشان يبقى اسمها اشيك شويه، لكن ده بس اللي انا انصحه بالدراسه. لكن الماجستير والدكتوراه تلتحق بهم ليه؟ الا اذا كنت هاوي علم فقط. هاوي علم عذرا بلاش السكه دي، لان السكه دي هتبقى محدوده على الستاف ممبرز اللي هم الهيئه المعاونه اعضاء التدريس المعيدين، اللي هيتعين معيد يخش ماجستير غصب عنه، ده وضع طبيعي لانه دي شغلته انه ياخد ماجستير ودكتوراه. لكن انا متخرج عادي وعايز اشتغل في سوق العمل، لا اوعى تهاوي بنحت ماجستير ده بالامانه، اوعى تهاوي بنحت، مش هتضيع عمره. انا 5-6 سنين هاخدك من الدنيا، هتتخرج مثلا 2022 لحد 2028 انت مش هتشوف الدنيا، هتفضل معايا. اوعى تفتكر انك هتشتغل وهتشتغل في البيزنس ورجلك عندي، لا 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 لا، في الماجستير في الدبلوم ممكن، في الدبلوم لانها كورسات نظريه اغلب الظن في معظم الاحيان، يعني كورسات نظريه، لكن في الـ في الـ في الماجستير والدكتوراه لا. عشان كده انا بنصح دايما عيالي لما يقول لي اول سنه دكتور عايزين نخش، زي ما انت بتسالني كده بالظبط، دكتور عايزين نخش نعمل ماجستير، او لا عايز تعمل ماجستير ليه يا بنتي؟ ليه؟ عشان نتعلم حاجه زي هدف واضح. هنا كل قصة إن احنا بنزهق من القعدة في بيوتنا، ان انت مش لاقي فرصة عمل لسه، فبتقول استفيد بيها في الله. طب ولو حصل لك وجالك فرصة عمل، هتقطع الماجستير اللي انت عملتها؟ هتلاقي نفسك رجل عين في الجنة وعين في النار، ما انتش عارف تتخذ قرار. عشان خاطري يعني بلاش يبقى التوجه في الدراسات العليا الا لمن يهوى العلم. منها بقى تقدر تتكلم في المنح من دي، لان المنح بتبقى قاصرة على اللي حصل على البكالوريوس، وعادة وعلى اللي حصل على الماجستير، وعادة بتبقى قاصرة على المعيدين والمدرسين المساعدين، هم دول اللي بيطلعوا منح كده. لكن في منح أخرى، في منح بتتقدم من بعض الجهات الدولية، بتنزل إعلاناتها على الويب سايتس وانتوا خبرة في الكمبيوتر، بتلاقي الإعلان نزل هيئة فولبرايت عايزة ناس تخش، ومن ضمن الشروط ما فيش ولا شرط قال إنه يكون معيد، لكن في شرط قال ان يكون مسجل ماجستير في كليه من الكليات، اوكي ساعتها اقدر اروح اسجل مع حد في كليه وابتدي اشتغل. يبقى هنا جبت هدف عشان يحقق لي هدف نهائي، لكن عشان اخش من دلوقتي حرام حرام، لان اعمارنا بتضيع، صدقني اعمارنا بتضيع وفلوسنا بتضيع، يعني مكلفه برضه، ما فلوس فلوس بتدفع في الوقت اللي انت شاب سنك صغير، يو هاف تو ورك، هو دي الفتره اللي انت تجري فيها وتشتغل وتقول انا هنا. بالنسبة حقيقة للمشاريع، هل طالب زهور وزينة ممكن يعمل مشروع أثناء الدراسة أو بعد ما يخلص يقدر يعيش منه؟ بص برضو سؤال محرج، أنت مقعدني هنا عشان أقولك أيوة طبعا، ويخش وياخد 5 فدادين وياخد مش عارف إيه، forget it، انسى الكلام ده كله. مشاريع الزهور ونباتات الزينة highly expensive، احنا كنا بنسميها high tech high expense، تكنولوجيا عالية، مهم أي حاجة في اللي أنا قلتها دي تكنولوجيا عالية عشان تبقى عارف. ما عادش فيه المشتل البلدي بتاع زمان، المشتل البلدي بتاع زمان اللي هو ايه، انا هضرب لك امثله بس عشان تبقى داخل معايا انت ومن خلالك جيش الطلاب اللي بيسمعوني دلوقتي. مثلا مشتل المشتل اللي بتنتج الفيكس والبزروميا والشجيرات والاشجار والكلام من ده، انت طبيع هتلاقي تكلفه الانتاج 10 قروش هتبيعها ب 11 كسبت قرش، قرش اي مين ات قرش، وان بيستر مش جنيه كمان. لما تيجي في اخر النهار انت حصلت كام؟ هتلاقي نفسك حصلت جنيه 2 10 20 50 60، ما يغطيش تكاليف العاملين 3 اللي موجودين عندك. ما تنفعش ما تنفعش.
عشان كده بقول كله تحول الى هاي تك، هاي تكنولوجي، اللي هو الانتاج الحديث للنباتات. انتاج حديث يعني صوب مكيفه ودرجات حراره ونسب رطوبه وكلام من ده. برامج سماديه، برامج سماديه ما تخرش الميه. انتاج زهور قطف، انت لو شفت الروشته اللي بتكتب عشان خاطر ينتجوا الورد تحت الصوب، روشته زي بتاعه الدكتور اللي بيكتبها لك لما يبقى عندك كحه، لا يبقى حاجه تو بي فولد غصب عنك لازم تمشي عليه. البيزنس الخاص ما يصلحش للناس العاديه زيي، انا هضرب مثل بنفسي، انا ما اقدرش افتح مشتل خاص، ما اقدرش افتح مزرعه خاصه، ما اقدرش افتح مكتب لاندسكيب خاص، كل ده يتطلب جيش فلوس ورا مني. هتقول لي بقى لو 10 اجتمعوا مع بعض واشتغلوا، هقول لك ممكن نتكلم في دي، خصوصا لو العشرة واحد معاه نص مليون، مش انت طبعا اللي هو والدك او حد من عيلتك، الاخت معاها نص مليون تاني، حضرتك معاك 750 الف، انا معايا 20 الف غلبان بس هقعد لك فيها مش همشي واسيبها كده، نتكلم. يبقى في بدايه كلام، لان هي استثمار عالي للغايه للغايه في الزهور والنباتات الزينه، لكنها قصاد استثمار هايلي بروفيتابل، تديك فلوس كويسه قوي في النهايه، اعلى من اعلى حاجه. يعني نتكلم ان التكلفه المبدئيه بالملايين، ملايين. دايما مشاريع الزينه ملايين، دايما مشاريع الزينه ملايين، ملهاش حل تاني. الا اللي هيشتغل في اللاندسكيب، الرسم انا اللي هرسم، التخطيط انا اللي هخطط، بس لما تيجي تقع في العلقه مين اللي هينفذ؟ المفروض انا برضه. طب لما بتنفذ هل تفتكر ان الجهه، هل تفتكر ان الجهه اللي طالبه منك الرسم الرسومات دي هتقول لك ما تنفذش انت احنا اللي هننفذ؟ لا، انت اللي هتنفذ. طب ولو انت ما نفذتش يبقى هتاخد ثمن الرسم بتاعك، ما ليه شطارتك ان انت اللي تنفذ، لانك هتعرف تجيب فلوس كويسه قوي من التنفيذ، غير كده انت بره اوتسايد ذا جيم. حاول تفكر فيها كويس، وحاول الناس يفكروا فيها كويس. احنا هنشتغل عند الناس، هنشتغل عند الناس مش عيب طبعا، لان هي الدنيا كده، كلنا عايزين نشتغلوا فيها، الشاطر اللي يخش ويشتغل. طب في 6-7 تانيين في الامارات، ما نجري كلنا نخبط في بعض، ليه لا، واحد مننا يجري على هناك. السعوديه، ليبيا لما تفتح يا رب يكرمهم ان شاء الله، ليبيا لما تفتح خلي بالك، ليبيا هي الكنز الحقيقي للزراعه وخريجينها. انت لا، انت بتكلمني دلوقتي على اساس احنا بنتكلم عن الخريج، عن خريج 2022 باين او حاجه كده، خريج 2022، ان شاء الله ان شاء الله تكون ازمه ليبيا اتحلت. ليبيا فاضيه وتحتاج شغل غير طبيعي عشان تقف تاني. وليبيا كانوا قبل الثوره والربيع المتخلف ده كانوا شغالين كويس جدا في القصه دي، وبيزرعوا وبيعملوا جناين، والبزنس عندهم عالي جدا، والمصريين هم اللي كانوا بيعملوا الكلام. الامارات، السعوديه، كل دول كانوا بياخدوا المهندسين الزراعيين المصريين. دلوقتي الدنيا قفلت سنه، لان كلنا دخلنا في دوامه الحروب الاقليميه اللي ان شاء الله تتحل، خلاص رجعنا. واعتقد ان يعني within سنه او سنتين باذن الله كل ده هيكون well established وهنقدروا تاني نرجع لشغلنا ان شاء الله. طب يا ريت حضرتك بقى اتكلمنا عن فرص العمل، يعني دلوقتي لا مشروع ولا دراسه عليا، فيبقى فرص العمل هي فرص العمل، فرص العمل هل هي موجوده ولا مش موجوده؟ على مستوى مصر موجوده، موجوده، لكن مش هقول لك موجوده ل 20-30-40 الف خريج، لا، ما هم بتوع الزينه مش 20-30 الف، عشان ما تغلطوش الاوراق ببعضها. الزينه احنا بنخرج من عندنا ايه 40 مثلا، شيء 40 اكبر عدد ممكن القسم يقبله 40، من بقيه الكليات كلها بتخرج لهم 200 ولا حاجه، بس السنه كلها فيها 250. لا، لهم اماكن طبعا، بس مش وظائف حكوميه، لانك مش هتلاقي وظائف حكوميه، ومش عايزين وظائف حكوميه، لان العصر الحديث ما عادش للوظائف الحكوميه، لكن هتلاقي اماكن كتيره للعمل في هذا. هل هي متوفرة الآن؟ مش هضحك عليك، لا، مش متوفرة الآن، لأن احنا انضربنا ضربة جامدة قوي من بعد ثورة يناير 2011، قفلت فيها مزارع ياما قوي، معظم مزارع الزهور القطف للتصدير اتقفلت كومبليتلي. بزرع كانتالوب دلوقتي، بيزنس بتاع الزهور ونباتات الزينة مرتبط بنقطتين مهمين جدا، الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. إذا استقرت الدولة سياسيا أو استقرت اقتصاديا ويفضل كليهما معا، مبروك عليك، البيزنس هيشتغل. عدم الاستقرار السياسي اللي هي الدولة في حالة هياج مستمر، لا، مش هيقوم بيزنس، ما ينفعش. اللي عنده بيزنس هيكمله، لكن محدش يقدر يخش بيزنس جديد. طب الاستقرار الاقتصادي اللي هو الدولار والكلام من ده، اذا استقرت الامور بتلاقي الناس دخلت على طول وحطت فلوس. زي ما بقول لك، هو بيزنس حلو يجيب فلوس مش ما يجيبش، خصوصا ان المشروعات دلوقتي مفتوحه في مصر قد ايه. احكي بقى زي ما انت عايز، احكي ده. والله لو خدت عربيه وقعدت تلف ما هيكفيك 10-15 يوم درايفنج، سواقه مش نوم واكل وكلام من ده. عدد مشروعات ضخم جدا اللي شغال فيها ايه. تعال شوف العاصمه الاداريه، تعال شوف العالمين الجديده، تعال المدن الجديده عموما اللي طلعت، وحجم اللاندسكيب اللي اتعمل فيها. خلي بالك، احنا دايما نقول المعمار، كار المعمار اللي هو الكونستراكشن، الانشاءات، اكبر مهنه جاذبه للعماله، فيها 114 واحد بيخدموا عليها، من نجار بطن لحداد بطن لكهربائي، مش عد كده هتلاقي 114 مهنه، فبالتالي بيشتغل فيها ملايين. عشان كده نسبه البطاله في مصر نزلت في 3-4 سنين اللي فاتت. طيب مين اللي هيكمل الشغل بتاع الناس دي؟ احنا في اللاندسكيب. طب اللاندسكيب عشان يتعمل مش عايز له ناس بتفهم، اللي هو احنا اللي بنتكلموا عليه،
عندنا ناس وهو الحمد لله. طب مش عايز له مزرعة أو مزارع تنتج النباتات دي يعني مشاتل؟ إحنا دلوقتي محتاجين مئات الألوف من الأمطار المربعة نجيل مش لاقيه. يعني إذن هناك نقص في السوق أهو نقدر نكمله. المشاتل مش قادرة تصد. ليه؟ لأن حجم المشروعات اللي موجود في البلد كتر لدرجة ضخمة جدا. إحنا نبتدي ننتج تاني بسرعة الجيل الصغير عشان يعلى، وناس تانية بتنتج البذرة وتنبتها عشان تكبر وهكذا. بزنس موجود موجود. من هنا للسنتين اللي جايين أتوقع انفراجة غير طبيعية في مجال المشاتل والإنتاج، لأن اللي في مصر تقريبا خلص. ده بقدراتي أو بحدود خبرتي، يعني اللي في مصر تقريبا خلص، ما عادش عندي حاجة كبيرة. مصر هتستورد قريب نباتات جناين اللي احنا كنا بننتجه وبنصدره لليبيا والسعودية والإمارات وحتى اليونان. فرص عالية جدا في الفترة اللي جاية الحقيقة، هيبقى في فرص عالية جدا. محلات الزهور بتزيد كل يوم، دي من مش محتاجة، لأن بتاع الزهور بيبيع زهور في الأفراح وفي المياتم وفي العاية وفي المرض وفي الصحة وفي كل، شغالين على طول، في خطوبة شغال، في كتب كتاب شغال، في ميتم شغال، فدي بيفتحوا في كل حتة دلوقتي. والمدن الجديدة بيفتح فيها بدل الفرع واحد واثنين وثلاث. عايزين بس مش عايزين أي حد، عايزين البنت اللي تقف تشتغل تكون موهوبة الأصل، خريجة من مكان محترم، ثلاثة مارسة العمل ولو في دورة تدريبية. عشان كده لابد إن احنا نشتغل الشغلانة دي. فالمستقبل رائع كما أراه، وأنا سني كبير واشتغلت في السن ده في الموضوع ده من سنة تالتة. أنا يمكن ما جبت لك شيء، أنا بشتغل من سنة تالتة في المجال ده، تالتة في الكلية طالب يعني، كنت بشتغل ناجح ومبسوط وكل حاجة، فعصرت المهنة من أولها لحد دلوقتي، وسافرت كل دول العالم اللي لها علاقة بالمهنة دي، فشفت الدنيا مفتوحة قوي. فعندنا فرص، أيوه عندنا فرص، مش ما عندناش. هتقول لي النهاردة الخريج بتاع السنة دي هيشتغل ولا ما يشتغلش؟ أقول لك معرفوش، للأسف معرفوش دلوقتي. ليه؟ لأن ما زالت الدنيا مش مستقرة قوي. مصر بتسعى للاستقرار الكامل اقتصادي وسياسي، لكن أنا بدور على استقرار الدول المحيطة. الأغراض السياسية يعرفها الساسة، أنا بعرف الجزء الاقتصادي بتاعي، إن إذا استقرت ليبيا اشتغلت أنا في ليبيا وخدتك معايا وخدت 20 واحد معايا، ورحت اشتغلت في مدينة تانية في ليبيا في غرب بنغازي أخد معايا 10 تانيين و20 عامل وهكذا. فإذا استقرت ليبيا دخلنا، إذا استقرت اليمن رجعنا، إذا استقرت السعودية اشتغلنا، إذا استقرت أنت مش كل حاجة هتبقى مصر. مصر مش هتستوعب كل اللي احنا بنعمله حاليا، لكن ممكن تستوعبه بعد سنتين من دلوقتي ونعمل فيها شغل كويس قوي. ففرص العمل أعتقد بعد سنتين هتبقى هايلة هايلة هايلة، والعايش فينا يفكر التاني. ممكن نقول إن خلال سنتين 250 دول هيبقوا أقل من المطلوب. ربما. نصيحة العامة لكل الطلاب، خد دورات على قد إيدك ما تطول. دورات لغات، اوعى تقول ان انا مش هستخدم اللغات، خد دورات لغات. فاضي خلصت الانجليزي كله، خد المانيا يا حبيبي. ما بكره مش انت مش عارف بكره في ايه. لو المانيا فتحت بسبب نقص الولاده هناك، ما بيقولوا ما عندهمش البوبوليشن بتقل في المانيا، هياخدوا من عندنا، هياخدوا غصب عنه في يوم من الايام. اتعلم لك شويه، خدت الانجليزي كمل الماني، خدت الالماني خش بقى الكمبيوتر وابتدي خلص الاوفيس وخلص الاكسل وخلص كل الكلام، خش في الرسم الهندسي، خش في لو عايز لاندسكيب بقى هتخش في الحاجات الاعلى اللي هي اللوميون والاوتوكاد وغيرها. اذا لازم تاخد دورات، من غير الدورات اعرف لن تستطيع ان تعمل بشهاده البكالوريوس، لن تستطيع. ده الطلبه عموما مش اللي داخلين الزينه، لن تستطيع ان تعمل بشهاده الا اذا كان ابوك هو صاحب الشركه فساعتها هيشغلك او عمك، لكن لن تستطيع ان انت تحارب وتخش، لا طبعا هيبقى في غيرك هيبقى مطلوب اكتر. فنصيحتي لكل الطلاب، دورات 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 الى اخر ايدك مطول، وما تقولش ملهاش فايده. اعرف واحد خد دوره في امن والسلامه، دي كانت دوره غريبه بالنسبه له ايامها، وضحكوا عليه قالوا انت بتاخدها ليه؟ قال لهم انا لقيت نفسي دخلت فيها، دخلتها في الفيرست ايد اللي هي الاسعافات الاوليه، خد دورة الإسعافات الأولية. بعد كده حكولي أنه اتقبل في مصنع من مصانع القاهرة عشان دورة الفيرست ايد، لأنه يعرف ينقذ أي حد يعرف. الله يا أخوانا، قصة مش سهلة، قصة مش سهلة. وبعدين عمر الفرصة ما حجي لك بالعكس، اللي هو يقولك تعالى أنت خلاص عندي، بس من فضلك ارجع خد. لا مش هياخدك. فبليز نصيحة لكل الناس، دورات إلى أقصى ما تستطيع أن أنت تاخد دورات. الدورات دي ما نستناش يعني اللي يعرف ياخدها أثناء الترم ياخدها، ما بين الترم الثاني والصيف ثلاث شهور مش معمولين عشان ننزل فيهم البحر. أنا آسف يعني، لا مش معمولين عشان ننزل فيهم البحر، انزل البحر أسبوع خلاص حقك، الباقي كله لازم تشتغل. ولو كنت جاد ولا البحر، مستقبلي أهم. خد دورة، خد دورتين، اعمل دورتين اوفرلابنج، سبت واربع هنا وحد واثنين في الناحية التانية، اشتغل يا عم ربنا يكرمك. من غير الدورات احنا برا اللعبة، صدقني والله احنا برا اللعبة.
فأرجو أن كل الطلبة اللي سمعيني يعني يكون عامل حسابه على القصة دي، دورات لحد ما يجي يتخرج من البكالوريوس. جات لك فرصة عمل مبروك، ما جات لكش دورات كمل، دبلومة أم سنتين كمل كمل، الدبلومة يعني زي الدورات بس أحسن شوية عشان فيها شهادات تقيلة، وهكذا. فلازم الطالب يبقى في حالة مخه يبقى أبجريدت، يبقى باستمرار بينمو ويعرف اللي حواليه منه، وربنا يوفق الكل إن شاء الله.